تصور اننا عشنا اليوم حدث جديد متمثل في مارادونا الافريقي. نعم مارادونا الافريقي اليوم، لانه في مباراه الكاميرون غامبيا والمباراه بفوز او تقدم المنتخب الكاميروني 3-2. انتهت المباراه الان، الجزائر خارج الدور الثاني للمره الثانيه على التوالي. مشكله هذه، مشكله هذه، تدين المجموعه للمره الثانيه على التوالي. نعم انا شخصيا الى شفقت من شي حد، نشفق من المدرب جمال بن الماضي، لانه حقيقه منذ الفوز ديالو بكاس افريقيا الامم وعدم تاهله لكاس العالم، ويتعرض لجلد اعلامي فظيع جدا. واعتقد اليوم ممكن ان تكون هذا الخروج هذا اشاره واضحه صحيح. على انفصال ما بين جمال بن الماضي وما بين المنتخب الجزائري، وفي مصلحه الكره ان ينفصل، لان يجب ان يخرج جديد بافكار جديده. وست مباريات لم ينتصر فيها المنتخب. دابا الان رسميا ست مباريات في نهائيات الكان ما فيهاش المنتخب الجزائري، وهذا امر نادر ما يحدث. ولكن قبل ان نفصل الحديث على هذا الموضوع، انا بغيت نذكركم بواحد مارادونا الافريقي اللي ضبطوا الفار. ما ضبطوش باملاكتيسيما، ولكن ضبطوا الفار. هو لاعب ديال المنتخب الغامبي، كان المنتخب الكامروني متقدم ب3-2، غامبيا سجل الهدف الثالث واحتسبوا الحكم باملاكتيسيما يعني. وهنا تذكرت الحكم التونسي الشهير صديقنا الذي احتسب الهدف ديال مارادونا ضد بن ناصر اللي حسب الهدف ديال مارادونا ضد المنتخب الانجليزي في 1986، وباملاكتيسيما بنفسه احتسب الهدف لولا ان الفار نادى عليه وقال له على ان اللاعب راه لمس الكره باليد، بيعمل سجلها بيده صحيح. وعاد فالغى الهدف وانظر. تعرف لماذا سجل؟ لانه يريد ان يخلد ذكرى مارادونا، لان هذا هدف تاريخي. يقول مارادونا انه ليس بيده ولكن شيء اخر بيد الالهي. رمانو ديديوس حاله من الهستيريا داخل الملعب في هذه المواجهه. يمكن نقول يعني بكل صراحه نشفق صحيح على يعني جمال بن الماضي، وعارفين يعني الان لماذا سيتعرض جمال بن الماضي رغم الانجازات الكبيره ديالو مع المنتخب الجزائري. نشفق على بن الماضي، ولكن نقول ونشيد بالمنتخب الموريتاني، لان قلناها منذ بدايه كاس افريقيا للامم انه مسكين تظلم في مباراتين. نعم صحيح. والثالثه كانت ثابته وهو يتاهل للدور الثاني للمره الاولى في ثاني مشاركه. تعرف شيء؟ ان موريتانيا هي صاحبة ثاني انتصار عربي في هذه الدورة بعد المنتخب المغربي. أصدقائي، سنعود بطبيعة الحال للحديث على هذه المباراة. يعني احنا في المباشر ودخلنا الاستوديو، ربما تعرفوا الصعوبة ديال يعني المهمة ديالنا، ما عارفين شنو واقع وداخل البلاطو باش نشاركوا معكم هذا يعني الأخبار والنتيجة. إقصاء المنتخب الجزائري منذ الدور الأول كما كان الحال في آخر دورة، يعني شأنه شأن منتخب ألمانيا كنظن في آخر مشاركتين لكأس العالم. طبعا نشفق على المنتخب الجزائري من خلال هذا الخروج، ولكن اليوم أيضا كوت ديفوار لا زال ينتظر. الكوت ديفوار لا زال ينتظر وينتظر الهدية إن شاء الله من